لو سيدنا محمد خبط عليك الباب في رمضان هتفطروا ايه؟ هو كلهول والله، نحوله واقول له طب ايه رد فعلك وانت بتفتح الباب لقيته قدامك؟ ارحب بيه. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ده فرحة من ما تعوضش. اصلا السيرة بتيجي من هنا وعينك بتعيط ما كمان. هي يعني الرسول حاجة تانية، اللي احنا عايشين بدعاء اهلين. هتشتكي له من ايه؟ واقول له يا رب يطول يزيد الاسلام ايمانه وعزمه ويخليهم كل الاسلام مرفوع لغاية فخر. حب الاسلام ده اللي واقف مع الناس المين، اللي واقف مع الناس المين ومع غزة. مع المسلمين وغزة. وغزة.